مسقعه دايت، مسقعه صحيه جميله جدا. يوم يوم ما تيجي ندوق لحمه بتنجان بطاطس، ناخد فلفلايه بقى ولا نار. او مون ديو، تعالوا نشوف عملناها ازاي. بص انا عملت ايه، قطعت البتنجان وحطيته في الفرن، هجيبها لكم بس هو اتحرق مني نسيته. ده رشيت عليه ملح وكمون، انا رشيت عليه الاسبراي دوت ودخلته الفرن. تمام تمام، هنحط البتنجان اول حاجه محروق، ده مش ورق جرايد، ده ورق زبده. تمام، اللحمه المفرومه بعملها ازاي، ما احط القطه كوانوتة، معلقه زيت زيتون، هي لحمه كفايه الدهون بتاعتها، مع بصله ثوم شوحه، نزل اللحمه المفرومه، احط التوابل ملح والفلفل وجوز الطيب، ممكن تحطوا اعشاب، ممكن تحطوا قرفه، ممكن تحطوا هيل ناعم. ننزل باللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ممتازه يا مهوتة، ممتازه ممتازه. انا بحط في المسقعه بتاعتي البطاطس، سلقتها قطعتها وسلقتها نص سلقه ودخلتها في الاير فراير عشان تبقى طويله شويه. انا حط بطاطس، انا مش عايز احط بطاطس، ما احطش. الله يا مهوتة، القطه ماشيه على الدايت كويس. انا بحب ارش عليها ملح وكمون وبس. بالنسبه للصلصه، معلقه زيتون، ثوم مهروس، شويه خل، ونزلت بمعلقه كبيره من الصلصه، حطيت شويه ميه، وبحط فلفل اسود وكزبره من البهارات بس، وشويه بقدونس. مكعب المرقه، ازاي ما تفكرونيش بالفلفل، فلفل ازاي احمر واخضر، ازاي مسقعه من غير فلفل، بتهزروا وكده. هيدخل الفرن، ريحتها تحفه، حان وقت الاكل.